بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل معكم طلبتنا الاعزاء الجزء الثالث من الفصل الثالث من مساق مدخل علم النفس الاجتماعي والذي هو بعنوان التنشئة ال اجتماعية كنا قد تحدثنا في لقاءين سابقين عن مفهوم التنشئة الاجتماعية وأهدافها ومراحلها وأساليب التنشئة الاجتماعية والعوامل المؤثرة في التنشئة الاجتماعية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية واللي هو كنا نقول طبعا حدثنا بإسهاب عن أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة وكيف تسهم في التنشئه الاجتماعيه بشكل سلبي اليوم ان شاء الله سوف نتحدث عن النمو النفسي الاجتماعي ومراحل هذا النمو ما هو النمو النفسي الاجتماعي؟ النمو النفسي الاجتماعي سلسلة من التغيرات التي تطرأ على الفرد خلال انتقاله من مرحلة إلى أخرى. طبعا النمو الجسدي يبدأ من المهد حتى اللحد. فالحياة الإنسانية تبدأ اللي هو الجسدية منذ الولادة وإلى الممات كذلك الحياه النفسيه تنمو يوما بعد يوم ولا تتوقف عند مرحله معينه. النمو النفسي والعلاقات بالاخرين تتطور مع العمر. فالنمو النفسي هو سلسله من التغيرات التي تطرا على الفرد عندما ينتقل من مرحله الى اخرى من مرحلة الطفولة الى مرحلة البلوغ الى مرحلة الرشد الى طبعا مرحلة الشيخوخة، كل هذا ينتج عنه تأثيرات سواء كانت جسمية داخلية او نفسية واجتماعية خارجية. طبعا العالم إريكسون الألماني قسم عمر الانسان الى مراحل عمرية حسب القضية المحورية لكل مرحلة. وبناء على نجاح الإنسان في تخطي مراحل تلك المهمة أو فشله فإنه يتطور اجتماعيا مستعد يكون للدخول في المرحلة التالية وهكذا طبعا هذه المراحل سميت بالمراحل النفسية الاجتماعية راح نحكي عنها بالتفصيل لأنه ربط طبعا بين النمو النفسي وما بين العلاقات الاجتماعية وكل مرحلة من تلك المراحل تناقش قضية محورية من خلال ازمه معينه وبالتفاعل والتعامل معها من خلال علاقاته الاجتماعيه مع الوالدين بالدرجه الاولى اولا ثم غيرهم لاحقا ويتقرر ماذا سيكون سلوكه في التغلب على تلك الازمه وباجتيازها، يكون قد حقق نجاح واكتسب تقدم نفسي يسهل له دخول المرحله الثانيه، اذا إريكسون قسم ثمان مراحل، قسم النمو اللي هو النفسي الاجتماعي لدى الإنسان ثمانية مراحل سوف نتعرف عليها، قبل أن نتعرف عليها بدنا نعرف ما هي العوامل المؤثرة في هذا النمو، العوامل المؤثرة في النمو الاجتماعي طبيعي أن تكون الأسرة هي أولى هذه العوامل، المستوى الاجتماعي للأسرة طبعا اذا كان مستوى اجتماعي مرتفع تكون هناك طبعا نمو اجتماعي يكون يختلف عن الافراد الاسره اللي بكون مستواهم الاجتماعي متدني الاصدقاء طبعا اراء الاصدقاء له علاقه في النمو الاجتماعي مفهوم الانسان لذاته ايضا له علاقه في اللي هو النمو الاجتماعي المدرسه ما تطلبه المدرسة من متطلبات تفرض على الطالب أو الطفل أو الفرد إلها علاقة بالنمو الاجتماعي إن كان هناك تسيب في المدرسة فسوف يكون النمو الاجتماعي طبعا ضعيف الخبرات الاجتماعية الأولى قدر ما يستفيد من خبرات الطفولة بقدر ما الفرد يكون واعي. في مستقبله طبعا هاي الخبرات بتسقل شخصيته المستقبليه ايضا العوامل بتاثر في النمو الاجتماعي المجتمع الثقافه العامه للمجتمع ايضا لها دور كبير في النمو الاجتماعي اذا النمو الاجتماعي تماما مثل ما تحدثنا عن التنشئه الاجتماعيه في اللقاء السابق اللي هم كان طبعا المؤسسات التنشئه الاجتماعيه كانت الاسره وكانت المدرسه وكان اللي هو الاقران وكان دور العباده وكان يعني هذا شيء قريب منها جدا اللي هو النمو النفسي والاجتماعي النمو الاجتماعي اذا التنشئة الاجتماعية في إلها مؤسساتها وأيضا النمو الاجتماعي هذا برضو في العوامل هي تقريبا قريب منها تكاد أن تكون هي نفسها المؤسسات اللي أسهمت في التنشئة الاجتماعية وهي الأسرة والأصدقاء ومفهوم الذات والمدرسة والخبرات والمجتمع طيب نعود مرة أخرى إلى المراحل مراحل النمو النفسي الاجتماعي منذ طبعا ان يولد الطفل وطبعا يكون غير قادر وتكون عنده المرحلة الحسية يكون في العام الأول عنده أزمة ثقة بمعنى أنه العلاقة هي علاقة الطعام والشراب والإخراج وتكون طبعا لديه أزمة ثقة ما بين هذا الرضيع وما بين من يرعاه سواء كان هو الوالدة أو من تنوب مكانها السؤال اللي بدور طبعا في ذهنه هل سيوفر لي الحب هل سيوفر لي الأمن هل سيوفر لي الغذاء أم لا عندما طبعا يتعامل الوالدين بالفطرة السليمة فوفروا له كل حاجة من حب وحنان وأمن ورعاية فالأزمة هاي بتنتهي ويبنى جسر من الثقة ومن الأمان وهذا يساعده في المرحلة التالية إذا. انتقل الطفل من المرحله الاولى العام الاول اللي كان بيعاني منها ازمه الثقه كان غير طبعا علاقته هي علاقه اللي هو طعام وشراب زي ما قلنا بعد المرحله الاولى تاتي المرحله الثانيه وهي العام الثاني بحاجه الى طبعا بعد العام الثاني هان يحتاج الى اللي هو الاستقلاليه الطفل تسمى ازمه الاستقلاليه يعني في خلال العام الثاني من العمر يبدا النمو اللي هو للجهاز الحركي والعصبي تبدا قدرات الطفل على الحركه يكون طبعا هنا الازمه بالاستقلاليه يعني هل سيقوى على ذلك ام لا بنلاحظ انه لما انه يبدا في عمليه الحبو بكون متردد الطفل، طبعا امتدادا لموقف الوالدين خلال المرحله الاولى الذي بث احساس الحب، الحنان، الامان، فهذا بيمنحه الشجاعه للاستقلال في مشيه، في لعبه، في طعامه، في شرابه. مع نشأة الاستقلالية يتعلم الأطفال التحكم في الدوافع حتى يحققوا الإنجازات من وجهة نظره هنا طبعا إن لم يمنح الطفل هذه الفرصة ليجرب ويخطئ ويقع ثم يجرب ويصيب لن يحقق ذاته إن لم يمنح له الفرصة وأفرط والديه اللي هو طبعا في الحماية الزائدة اللي قلنا من أساليب التنشئة الخاطئة الحماية أو الدلال الزائد فهم بيظنوا انه هذا حب منهم لكن وبيمنعوا ايضا من فعل اي شيء خوفا من ان يخطئ هذا طبعا سيجعله دائما فاقدا لثقته بنفسه وسيكون مستقبلا فاشلا ومن الصعب ان يتجاوز هذه المرحله وبالتالي تبقى لديه ازمه الاستقلاليه حتى وان صار في العام الثالث وما فوق. المرحله الثالثه هي من ثلاث سنوات الى خمس سنوات وهي ازمه المبادره. أو المبادأة في هذه المرحلة بكون طبعا بتطور الأمر عند الطفل بتعدى حدود مجرد قدرته على التحكم في نفسه لكي تنمو لديه القدرة على الابتكار البدء في أنشطة بذاته بل والقدرة على إتمامها يأتي هنا دور الوالدين بالتشجيع أو التثبيط نحو فكرة أن يبدأ عمل تلو عمل فان كان رد فعلهم بالتشجيع فهذا يمنحه الثقه بالنفس وبالشجاعه على تحقيق الذات، اما لو كان الوالدان من النوع المثبط فرد الفعل لن يصيب طفلهم الا بخيبه الامل والاحراج، اذا من ثلاث سنوات لخمس سنوات يتعلم اللي هو الطفل المبادئه. يحتاج إلى المبادرة، فالوالدين إما أنهم يشجعوه على هذه المبادرة أو المبادأة، وإما أنهم يطفوا. طبعا المرحلة الرابعة من العام السادس حتى البلوغ، وهي تسمى أزمة الكفاءة. طبعا الطفل يبدأ من سن الأربع سنوات دخول الروضة اللي هو البستان خمس سنوات تمهيدي السنة السادسة من العمر يدخل اللي هو الصف الأول الابتدائي يتعلم في هذه السنة المهارات القيم يتعلم القراءة الكتابة اللياقة الجسدية يتعلم القدرة على تقاسم المسؤوليات يتعلم القدرة على توزيع الأدوار يتحمل كل شخص المسؤولية أمام الآخرين وبالتالي الثقة بالنفس تبدأ بالظهور وتقوى إلى طبعا حد يمنحه إحساس بالزهو والكفاءة طبعا عكس ذلك إذا فشل في ذلك فإنه يحس بالدونية. وتدني تقدير الذات ويشعر بأنه أقل من أقرانه طبعا هذا من سنة ستة إلى سنة 12 تقريبا هاي اللي هو بتكون يأخذ فيها مرحلة الطفولة المتوسطة ومرحلة الطفولة المتأخرة وبالتالي هاي المهارات وهاي القيم وهاي الأشياء اللي بتعلمها إما أن تساعده ويصبح ثقته بنفسه قوية وإما العكس. طيب المرحلة الخامسة هي مرحلة المراهقة وتسمى أزمة الهوية. إذا لدينا المرحلة قلنا الأولى أزمة الثقة. المرحلة الثانية أزمة الاستقلالية، المرحلة الثالثة أزمة المبادرة، المرحلة الرابعة أزمة الكفاءة، المرحلة الخامسة أزمة الهوية. طبعا تحدثنا سابقا عن أزمة الهوية بين تحقيقها وتأكيدها وبين ذوبانها بين الآخرين، وعندما يصل المراهق إلى مرحلة المراهقة يكون قد اجتاز كل المراحل السابقه الذكر بنجاح وتخطى ازمتها واحده تلو الاخرى فان ذلك يمنحه القوه والثقه لاجتياز ازمه الهويه المعروف ازمه الهويه من انا من أكون لماذا خلقت لماذا أنا موجود هاي الشغلات اللي هو طبعا يسأل نفسه المراهق إذا عد المراحل الأربعة السابقة بسلام سوف يعد هذه المرحلة أيضا بسلام المرحلة السادسة هي مرحلة الشباب وتسمى أزمة الألفة أزمة العلاقات القوية طبعا هان في مرحلة الشباب يبدأ الإنسان في العمل المهني يتزوج يكون الروابط ودية بالطبع طبعا يساعد قوة هذه العلاقات هويته الذاتية اللي هو مرحلة المراهقة أزمة الهوية إذا كان طبعا عداها بسلام فبعدي مرحلة الشباب أيضا بسلام لكن المراهق الذي افتقد بناء هوية واضحة المعالم قوية الأركان غالبا ما يجد صعوبة في إقامة علاقات طيبة مع الغير بسبب الأفكار الخاطئة التي تملأ أذهانهم عن أنفسهم لذا أزمة هذه المرحلة تتلخص في هل سينجح الإنسان في بناء علاقات قوية مع زوجته مع أقاربه مع زملائه والا لو فشل في ذلك فسيؤدي الى انعزاله وانشغال الانسان بهذا الامر يتعلم مهارات توكيد الذات والتعبير عنها مما يساعد في نجاحه في بناء علاقات قويه، اذا ازمه الالفه ازمه العلاقات القويه هي ازمه المرحله السادسه وهي مرحله الشباب. طيب المرحله السابعه هي مرحلة منتصف العمر يعني ما بعد الأربعين وقبل الخمسة وستين. هاي تسمى أزمة دور الإنسان بين الآخرين. القدرة طبعًا بين العام أربعين وخمسة وستين من العمر هي من أكثر طبعًا هاي الفترة من أكثر فترات العمر من الناحية الإنتاجية. الإنتاج يبدأ بعد الأربعين حتى إذا بلغ الأربعين، يعني بعد الأربعين قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فبعد الأربعين تبدأ فترة الإنتاج وتسمى هناك من يسميها هي مرحلة الرشد. سن الرشد يبدأ بعد الأربعين، فالملحوظ طبعا إنه الأشخاص طبعا في بين الأربعين وبين الخمسين هم الأكثر تولي الأمر في المهن المختلفة طبعا المقصود هنا هو ما يقدمه الرجل أو المرأة في هذا السن لغيره من الأجيال من نصائح من إرشادات من توجيه هذا طبعا ينعكس على مدى إنتاجية الأجيال الأصغر تكون طبعا اللي بعد الأربعين يكون لديه الخبرة أكثر مما من قبل وبالتالي طبعا بكون هذا السن موجه ومرشد للاجيال من بعده بحكم الخبره بحكم التجربه اللي عاشها او بالاضافه الى وجود علاقات بينه وبين الاخرين ايضا يسعى من خلالها لنقل خبراته اليهم ليستفيدوا منها تقديم العون لحديثي السن او الزملاء او الصغار في مثل هذه المرحله العمريه يعطي شعور بالرضا يعطي شعور بالسعاده لانه طبعا له دور هام بكون في العمل لبناء مجتمع فاضل اذا تعثر الانسان في تلك المرحله ولم ينجح في التغلب على هذا التحدي فانه يعرف فإنه يعاني يعني مما يعرف باسم أزمة منتصف العمر هاي الأزمة بعيش فيها من لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي سعى أو أمل أن تتحقق في مقتبل عمره وبعد أن مرت الأيام دون عمل مفيد سواء كان للدين أو للدنيا أو للمجتمع طبعا في مثل هذه المرحلة العمرية يواجه عدد من الرجال والنساء نبأ وفاة أحد الأقارب من يكبرونهم سنا وقد يكون أحد الأقارب هو الوالد أو الوالدة لا يمر هذا الحدث مرور الكرام بل يكون له دور هام في إعادة هيكلة الأهداف المستقبلية فمع استشعار أنه لم يتبقى من العمر أكثر مما فات فيبدا الانسان في التفكير في استغلال باقي العمر في ترتيب الاهداف بعدين بال يعني بال قد يعني نرى من حولنا من طبعا من اقدم على تغيرات جذريه في حياته في هذه الفتره العمريه في ناس يتعاملوا معها على انها ازمه وفي ناس لا بتعاملوا معها على انها طبعا هي عباره عن فوران او اللي هو عباره عن يعني كانها دافع نحو المستقبل واللي هو طبعا باعتبارها وكانها تدفعهم وتحفزهم للنجاح وبتعاملوا معها على انها تحدي ويسعون لتجاوز هذا التحدي المرحلة الأخيرة من مراحل النمو النفسي الاجتماعي هي مرحلة الشيخوخة وتسمى أزمة الكمال أزمة الهروب من اليأس. فترة الشيخوخة هي مرحلة ينظر الإنسان خلالها على صفحات حياته على مر السنوات ومحاولًا أن يشعر أنه حاول أن يقترب من كمال الشخصية وتمام اداء الرساله في حياته، هناك من ينظر الى الكمال لسنوات عمره بأسى وندم مشاهدا في حياته السابقه سلسله من المحاولات الفاشله والفرص الضائعه، مما يجعل من سنوات عمره الاخيره سنين من الياس وخيبه الامل، لكن مع الدوام على عمل صالح عبر سنين الحياه والذريه الصالحه في ميزان الفرد ليرى ثمره عمله لله وعونه للاخرين. وتربية أبناءه وأحفاده تربية صالحة، وحتى وإن هرم فعندما ينظر من حوله ويرى عملا مفيدا لمجتمعه ولأسرته، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فإنه وقتها يشعر بالرضا والتمام، خاصة طبعا إذا كانت العلاقة علاقته بربه سليمة، فطبعا سن الشيخوخة هناك من يتعامل مع معه وكان الموت قادم فطبعا يخاف من الموت فينتج عنه الياس فيفشل في انجازاته وهناك من يتعامل عنه بالرضا عن الماضي فيشعر بالارتياح وطبعا انه يكون حقق ما يعني ما كان يصبو اليه بشكل عام هذه هي مراحل النمو النفسي الاجتماعي واللي ممكن طبعا دراستها واللي بتنطبق على كافه المراحل بدءا من المهدي الى اللحد الان راح نشوف هاي المراحل لخصها اريكسون في ثمانيه مراحل نفس اللي حكيناه أه 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 بنعيد لكن بشكل سريع وملخص بنقول انه أه المرحلة الاولى هي مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة أه أه تراست ومسترست أه طبعا أه هاي المرحلة قلنا من السنة تبدأ في طبعا من عمر يوم حتى العام الاول او تقريبا اريكسون حددها بالسنه او النصف الاولى يعني من عمر شهر الى ثمانية عشر شهر فالخصائص المميزه لهذه المرحله هو انه الطفل عشان يحقق حاجاته الاساسيه من طعام وشراب واخراج يجب ان يثق بالاخرين فاذا كانت معامله الوالدين له إلو فيها رفض فانه يفقد الثقه بنفسه وبمن حوله، فالوالدين طبعا هم مفتاح الشخصيه الاجتماعيه لديه في هذه المرحله، ونستطيع القول بان هناك فرق كبير ما بين من يعيش في دور الرعايه دون وجود حنان الاب والام، فقط يكون هناك شخص او امراه تقوم بالرضاعه، الصناعية له اللي هو أداء احتياجاته دون أن تكون هناك أي شعور تجاه هذا الطفل من حب وحنان ومشاعر وبالتالي تكون فاقد هذا الطفل يكون فاقد للثقة بنفسه المرحلة الثانية تبدأ من سن 18 شهر حتى 36 شهر طبعا هاي المرحله تسمى اللي هو أزمة الاستقلالية تكون مقابل الشك يعني إعطاء الفرصة أهم ما يميز هذه المرحلة إعطاء الفرصة للطفل حتى يتعلم الاستقلالية الحماية الزائدة طبعا الإهمال عكس الحماية الزائدة يؤدي إلى الشك شك الطفل بقدراته والخجل ويلازمه هذا الشك والخجل طيلة حيات. المرحلة الثالثة تبدأ من ثلاث أعوام حتى ست أعوام وهي تسمى أزمة المبادرة أو المبادئة مقابل الشعور بالدم تكون طبعا حرية الطفل في التعبير اللفظي والعملي عن المفاهيم الجديدة تؤدي إلى المبادئة عندما يتعلم الطفل شيء جديد فإنه يحاول أن يجرب هذا الشيء ويبادر به، إذا كان عليه قيود تفرض هذه القيود على نشاطه وعدم إجابة أسئلته واستفساراته فإن ذلك يؤدي إلى شعوره بالذنب. ويلازمه ذلك طبعا طيله حياته، فالاسره هنا هي العامل المؤثر في مرحله المبادره او المبادئ المبادئه. المرحله الرابعه هي مرحله الانجاز ويقابلها الشعور بالنقص. هاي طبعا مرحله الانجاز او الجهد تبدا من سن السادسه وحتى 12 عام. السماح طبعا في هذه المرحلة للطفل بأن يفعل أشياء بنفسه وتعزيزه طبعا يؤدي ذلك إلى شعوره بالعمل شعوره بالجهد شعوره بالإنجاز طبعا تقييد النشاط الانتقاد المستمر له يؤدي إلى شعوره بالنقص وهذا أيضا يلازمه طيلة حياته أهم المؤثرين في هذه المرحلة هو المعلم. والأصدقاء، الأصحاب، الأقران. لأنه في المرحلة هذه يكون خرج من البيت إلى المدرسة. طيب، المرحلة الخامسة هي مرحلة من 12 سنة إلى 18 سنة. طبعا زي ما قلنا هي مرحلة المراهقة ويعاني منها من أزمة الهوية، الهوية مقابل اضطراب الهوية، مقابل غموض الهوية. طبعا في هذه المرحلة تكون اللي هو الفرد قد انتقل من الطفوله الى النضج من الطفوله، الى البلوغ يسال طبعا تكون لديه ازمه الهويه، من انا؟ لماذا خلقت؟ لماذا انا هنا؟ اذا لم يحقق المراهق ذاته يؤدي الى الشعور طبعا بغموض الهويه ويلازمه ذلك طيله حياته. المرحله السادسه هي الالفه مقابل العزلة مرحلة الألفة مقابل مرحلة العزلة يعني تبدأ طبعا من سن العشرين إلى سن الأربعين هي مرحلة الشباب تتداخل طبعا تدخل الهوية تذوب مع الشخص تتداخل فيها مرحلة المراهقة أزمة الهوية مع مرحلة اللي هو الألفة تقود منافسة الآخرين مسابقتهم غير السليمة إلى العزلة اللي بتلازمه بقية حياته طبعا من اللي بيأثر في هذا الموضوع الأزواج سواء كان الزوج أو الزوجة الأصدقاء المقربون هدول بيأثروا في موضوع الألفة مقابل العزلة إما أن يكون اجتماعي يكون أليف وإما أن يكون منعزل شخصية تحب العزلة ما بعد الأربعين وهي أزمة منتصف العمر إلى غاية الستين او 65 يكون هي مرحله الانتاج مقابل الركود اما ان يكون منتجا وبالتالي طبعا باسس وبوجه ابناء بكونوا ناجحين في الحياه فهذا بيشعروا بالانتاجيه وبركز الاهتمام طبعا على اللي هم على النجاح ولكن المقابل له هو الركود إذا كان شخصية منعزلة كان غير منتج فبأدي ذلك إلى الركود أواخر العمر ما فوق الستين أو ما فوق الخمسة وستين هي المرحلة بنقدر نقول المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الشيخوخة طبعا في هذه المرحلة يكون طبعا مرحلة التكامل ويقابلها مرحلة اليأس في مرحلة التكامل يتقبل الفرد اللي مر عبر المراحل طبعا الحياة السبعة السابقة يتقبل وضعه يؤدي ذلك إلى مشاعر التكامل طبعا بحس إنه وقت الاستفادة من الفرص راح فات طبعا هذا في حال اليأس يؤدي طبعا إلى مشاعر اليأس القنوط هذه المشاعر تلازمه حتى الموت، ولكن طبعا بانه اذا تقبل الامر انه انجز في مراحل حياته المختلفه فهذا يؤدي الى مشاعر التكامل، ولكن اذا احس بأن الوقت منه راح والفرص راحت وضاعت فهذا يؤدي الى مشاعر اليأس وقد يصاب بالاكتئاب، بالقنوط وطبعا يلازمه هذا حتى نهايه حياته. اذا هذه مراحل النمو عند اريك اريكسون هذا العالم الالماني الذي ولد عام 1902 وتوفي عام 1994 ولا يخلو اي فرد اي انسان من المرور بهذه المراحل، طبعا المراحل متداخله في بعضها البعض، قد يحتاج انسان الى فتره عمريه اكثر من غيره في مرحله من المراحل، ليس بالضروره ان يكون نفس اللي هو مقيدين بنفس الاعمار بالترتيب باليوم وبالشهر، قد يزيد قليلا او ينقص قليلا لانه الطبيعه الانسانيه طبيعه متذبذبه. بهيك بنكون خلصنا الجزء الثالث من الفصل الثالث ، وان شاء الله في اللقاء القادم سوف نتحدث عن الاتجاهات والقيم وهو الفصل الرابع ، اسال الله لكم اللي هو الثبات والتوفيق والنجاح وحتى لقائنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته